حياكم الله يا سيدي، تابعت لك مقال حقيقة، وهذا مناط حديثي معك اليوم. وأنت تعتقد بأن الفرصة مواتية الآن، بل متأخرة قد تكون، لتشكيل حكومة طوارئ فورا وحالا ودون تأخير. تطرقت وذهبت بمقالك فيما يتعلق بالمبادرات السياسية، ولا يجوز اليوم لبعض من يسمون نفسهم قادة أن يكتفوا بموقع المتفرج أو حتى المحلل السياسي. وأنا هذا الأمر دائما بطرحه بالمناسبة لما بعمل مقابلة مع جهة معينة، بتخيل حالي بحكي مع محلل سياسي مش مع مسؤول صاحب قرار، وهو اللي لازم ياخذ قرار، بالإضافة طبعا لمشاركة الكل في القيادة والحكم، لأن هالبلد للكل، والمفترض تضم الكل، والمفترض الكل يتحمل مسؤولية الكل. تفضل زميل داود. شكرا. يعني نحن كلياتنا بنطالب بوقف فوري لاطلاق الرصاص، كلياتنا بنطالب بوقف العدوان والحرب على قطاع غزه، لكن السؤال طبعا لازم نساله ماذا بعد؟ لانه واضح انه المجتمع الدولي واسرائيل لن تقبل، ويمكن حتى الدول العربيه لن تقبل باعاده سيطره حركات معينه على اداره قطاع غزه. اذا هناك فراغ، وإذا لم نملأ الفراغ نحن بمعنى الشعب الفلسطيني وقيادته، سيأتي محاولة لإدخال أطراف عربية أو دولية أخرى، وهذا غير مقبول وأصلا لن ينجح، لأنه إذا ما تزال القوى المقاومة على قيد الحياة بطرف أو بشكل أو بآخر لن تقبل بأي طرف آخر. إذا الحل المنطقي هو أن يكون هناك طرف فلسطيني يدير قطاع غزة والضفة الغربية، وطبعا نحن أملنا أن يكون هذا جزء من الدولة الفلسطينية ويكون قيادة منتخبة من الشعب، لكن لغاية وجود انتخابات هناك حكومة في رام الله، هناك في حكومة شكليا المفروض تكون كمان في قطاع غزة، ولكن هذه الحكومة من لون واحد. واليوم كلنا شعب فلسطيني ولا يوجد هناك لون واحد، كل الناس ترفع الاعلام الفلسطينيه، لا ترفع اعلام فتح ولا حماس. اذا من المطلوب من القياده الفلسطينيه فورا توسيع الجانب السياسي الاداره بمعنى منظمه التحرير او اللجنه التنفيذيه، بادخال بعض عناصر القوى الفاعله في قطاع غزه. لا اقول انا بالضروره يكونوا من حماس، لكن ممكن يكونوا مقربين من حماس، بمعنى انه يكون للحركات المقاومه كلمه او صوت او راي في من يقوم. وثم طبعا في نفس الوقت يجب ان يتم توسيع الحكومه الفلسطينيه من خلال تشكيل حكومه طوارئ او حكومه وحده وطنيه. هذا الامر ضروري جدا، لانه العالم يطلب ويسأل، وحتى الأمريكان يقولوا أنه السلطة الفلسطينية ستدير قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية لن تستطيع إدارة قطاع غزة على ظهر دبابات إسرائيلية. يجب أن يكون هناك تفاهم فلسطيني فلسطيني، وبالذات مع قوى المقاومة، بحيث تقبل بهذا الأمر وتتعامل معه ولا تحاربه. فالمنطق أنه يكون هناك توسيع، وهذا الامر يستطيع المجلس المركزي بقرار ان يوسع اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير، وان تقوم الحكومه، يتم تشكيل حكومه طوارئ قد تكون بنفس الرئاسه او قد تكون برئاسه اخرى، لكن ان يمثلها اطراف القوى الفاعله في قطاع غزه. نعم، احنا لليوم استاذ داود، وهذا كمان بقتبس من مقالك، وهذا حديث الشارع اليوم، حتى اللحظة وبعد 33 يوم على العدوان، هل تعتقد غياب وجود قرارات مصيرية، قرارات قيادية، قرارات حقيقية، قرارات مختلفة الملامح، بعيدا عن الديباجة التقليدية اللي بنشوفها من 2008 إلى اليوم في كل عدوان بنعيد نفس الديباجة نفس الديباجة، متى بتقديرك يمكن أن نأخذ بزمام المبادرة ونحدث تغيير جوهري بما ينسجم مع مصلحتنا الوطنية؟ وطبعا لا شيء مقدم اليوم عن وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة. لا شك أن هناك ضرورة لموقف، ولكن يعني كمان نكون واقعيين، في وقت الحرب لا صوت يعلو فوق صوت يعني السلاح والمعارك، فأي محاولة ل خلينا نقول جني ثمن المعارك يكون مرفوض.
المطلوب اليوم هو توسيع المشاركة الفلسطينية، عشان هيك أنا مصر أنه يكون هناك توسيع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتوسيع في الحكومة الفلسطينية حتى تكون هناك معالجة حقيقية. شو الأولويات عندنا؟ كيف ندخل المية إلى آخره؟ مش معقول الأمريكان والإسرائيليين هم يقرروا شو نوع الحافلات اللي بتدخل على قطاع غزة من رفح؟ وين السلطة الفلسطينية؟ وين القيادة الفلسطينية في كل هاي الأمور؟ قد تكون لها دور، أنا ما بقلل من دورها، ولكن نحن مش شايفين لها دور، والدور هذا لازم يكون بناء على أولويات متفق عليها مع المقاومة ومع الأطراف الفاعلة في الأراضي المحتلة. كيف تقرأ المشهد خلال الأيام القليلة القادمة أستاذ دوات؟ يعني نحن قادمين على مؤتمر قمة بعد يومين. أنا لو أنا مكان تعول عليه شيء حقيقة، يعني أنا لو كان مكان رئيس أبو مازن باخذ معي بعض الشخصيات المقربة للمقاومة، مش بالضرورة نجيب تبعي إسماعيل هني، لكن ممكن نجيب بعض الشخصيات كرمز معين للمقاومة، أو ممكن أجيب بعض الناجين من العدوان الإسرائيلي، عائلات آخري، أشخاص صحفيين اللي تعرضوا. لو أنا محل أبو مازن بجيب وائل دحدوح مع اللي كل عائلته قتلت. يعني هذا الاشي بعطي بأنسن الوضع. احنا دائما بنركز على الارقام و 1900 و 10000 و 500 5000، لكن هذا كله ارقام، كل رقم وراء انسان حي، انسان حي او استشهد، هذا انسان اهله توقعوا منه امور، كانوا عندهم امال لهذا الشخص. ليش ما نحن نستغل مؤتمر القمة العربي القادم بأنه نحن نركز على الجانب الإنساني، والجانب الإنساني مش بس الأرقام، يجب أن يتم أنسنة القضية. لو نختار عائلة واحدة، شخص واحد، امرأة واحدة، طبيب، ممرض، ممرضة، تم يعني وضعهم صعب جدا واستشهد من العائلة، وهذا بفرجي الإنسان الفلسطيني اللي تعرض لهذا الدمار. أنا حسب رأيي وجود ممثل عن خلينا نقول قيادات المقاومة أو مقربين من قيادات المقاومة أو ناس بيمثلوا الجانب الإنساني يكونوا ضمن الوفد الفلسطيني، يخدم أبو مازن معهم، يقعدهم في القمة، خلي كل الناس يحكي معهم، خلي الصحفيين يحكوا معهم، هذا اللي لازم يسويه. مش ضروري نسمع خطابات من كل هالناس كلهم راح يزودوا على القضية الفلسطينية، خلينا نشوف الوجوه والإنسان الفلسطيني اللي تعرض لكل هذه المآسي. أشكرك لوجودك معنا اليوم عبر الهاتف من عمان الزميل الأستاذ داود كتاب، شكرا، يعطيك العافية. هلا فيك، هلا.